نشرة الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. بعد يوم من افتتاح الجلسة الثالثة للحوار، حوثيون وحراكيون يفشلون أعمال الجلسة العامة. حجة هيبة الدولة بين كماشة النافذين وسندان التحكيم القبلي. مرحبا بكم إلى التفاصيل، أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. عرقل أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي الجلسة العامة للحوار اليوم الأربعاء، بعد أن دخلوا صالة الاجتماع واعتصموا أمام المنصة ضمن مقاطعتهم لأعمال الجلسة الختامية العلنية. وقد دخل عشرات الأعضاء المنتمين للمكونين المذكورين إلى الصالة الرئيسية واتجهوا نحو المنصة رافضين استمرارها. وكانت الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبد الكريم الإرياني للاستماع للتقرير النهائي لفريق استقلالية الهيئات الفضائية اليمنية التي كانت تنقل الجلسة مباشرة، قطعت البث من صالة الحوار بسبب الفوضى التي أحدثها اعتصام الأعضاء المحتجين. بإرادة لا تعرف المستحيل مضت فعاليات مؤتمر الحوار الوطني عكس عقارب التحديات، وبتدشين الجلسة الختامية اليوم يكون اليمن على موعد لطي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين في بناء دولة المواطنة والحكم الرشيد. أجواء ورسائل فعاليات افتتاح الجلسة الختامية للحوار الوطني في التقرير التالي. ماراثون حواري متعدد المستويات ومتنوع الأوجه عاشته اليمن على مدى يزيد عن 6 أشهر، تجاوزت اليمن خلاله أشواطا كبيرة من المعوقات والتحديات التي كانت تقف سدا منيعا أمام المستقبل الذي ينشده اليمنيون. وها هي اليوم على مسافة خطوات من الغد المشرق الذي ضحى من أجله أحرار وحرائر ثورة 11 فبراير. رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني في كلمته المتوجة لفعالية افتتاح الجلسة الختامية أرسل عدة رسائل لتطمين الشارع اليمني من خلال تأكيده على أن ملامح الحل للقضية الجنوبية ستحقق للوحدة اليمنية ما لم يتحقق من خلال اتفاقية الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق، وأن اليمن ستظل موحدة وآمنة ومستقرة تحت ظلال العدالة والشراكة. إن الملامح الأولى للحل قد حققت للقضية الجنوبية ما لم يحقق في اتفاق الوحدة عام 1990، ولا وثيقة العهد والاتفاق في عام 1994، وذلك عن قناعة راسخة لدى كل المكونات دفاعا عن لظلم وقع واحقاقا للحق ضاع وتجسيدا لمبدأ توافق عليه جميع اليمنيين، وهو صياغة عقدا اجتماعيا جديدا يعالج اختلالات الوحدة ويصوب مسارها بعدما حرفها البعض ممن لم يقرأوا لحظة الوحدة قراءة تاريخية صحيحة. وفي إطار حديثه عن الصعوبات التي تعترض طريق الحوار الوطني، قال رئيس الجمهورية إن كل الصعوبات والتحديات لا يمكن بأي حال أن تقود اليمنيين إلى الفشل، مشيرا أن النجاح هو الخيار الوحيد. أن الصعوبات كانت قائمة وستستمر، لكن الفشل ليس خيارنا، لأن الشعب اليمني اختار النجاح عندما اختار الحوار. وكما حققتم نجاحات كبيرة لوضع الحلول والرؤى
لأغلب القضايا والمشكلات الشائكة، فإننا نحثكم على المواصلة هذه النجاحات التي حققتم حتى الآن بالعمل على خلق الأرضية الصالحة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هنا حضر اليمنيون بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم لوضع اللمسات الأخيرة لخارطة اليمن الجديد، حضور عمده تواجد العديد من ممثلي الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، في مقدمتهم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، الذي أكد أن عجلة التغيير لا يمكن أن تعود إلى الوراء. عجلة التغيير لا يمكن أن تعود إلى الوراء. ولا يعيش في الماضي إلا من كان واهما. وأضاف بن عمر إن مستقبل اليمن لن يكون فيه مكان للاستئثار بالسلطة والثروة، وأن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لليمن من أجل تحقيق أهداف التغيير كاملة. نحن في الأمم المتحدة نطمئنهم أننا ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سنواصل دعمهم بما أوتينا من خبرات وإمكانات. لنساعدهم على بلوغ ذلك الهدف، وأنا على ثقة أنهم سيلقون دعما مماثلا أو أكثر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي لم يبخل بتقديم أي جهد لدعم اليمن. سعد العريفي رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي جدد بدوره التأكيد على دعم دول المجلس لإنجاح الحوار الوطني. إن الدعم والمساندة الذي قدمته دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي والعمل المستمر والاجتماعات المنتظمة لسفراء مجموعة العشر والاتحاد الأوروبي كانت عاملا إيجابيا في نجاح المسيرة. هي إذن مرحلة جديدة من مراحل بناء اليمن توضع مدامكها هنا في مؤتمر الحوار، بإرادة الوصول إلى بناء مكتمل للدولة التي ظلت غائبة طيلة عقود ماضية. بعد 6 أشهر من مؤتمر الحوار الوطني تدشن اليوم الجلسة الختامية بانتظار إقرار خارطة طريق لليمن الجديد. زياد الجابري لقناة سهيل من دار الرئاسة. أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني أن الفترة الماضية من الحوار شهدت إنجاز الكثير من الموضوعات، وأن التعثر في بعض القضايا في طريقه للحل. خلال الفترة الماضية جرى إنجاز كثير من القضايا وجرى التعثر في بعض القضايا، ومن حق المؤتمر بكافة أعضائه أن يطلع على ما تم إنجازه ويساعد في التغلب على المشكلات التي رافقت المؤتمر أو الفرق المختلفة، ولذلك يرى لبس ما بين الحديث عن جلسة ختامية وكما لو كان خلاص المؤتمر انتهى والقضايا المعلقة الأخرى تبقى على هذا مش صحيح، هذا اللبس يجب أن ينتهي. إلى ذلك قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني أن ما تم إنجازه حتى الآن في فرق الحوار يحمل رسائل تطمين للشارع اليمني ويلبي تطلعاته. ما تم إنجازه على طريق الحوار الوطني كثير، وما تبقى القليل إن شاء الله. العوائق طبعا مدركة سواء في البداية أو في المنتصف أو في النهاية، هذه العوائق لن تنتهي، لكن إرادة اليمنيين التي اجتمعت في هذا الحوار قادرة بأن تتغلب على تلك العوائق لكي تعمل على تنفيذ ما توصل إليه اليمنيون في هذا المؤتمر. وزعت المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء اليوم بصنعاء نحو 300 سلة غذائية لأسر السجناء بتمويل من مؤسسة كمران التنموية للأعمال الخيرية. هذا وحث رئيس مصلحة السجون اللواء محمد الزلب أصحاب الأيادي البيضاء، حثهم على بذل مزيد من الدعم لأسر السجناء، مشيدا بالدور الكبير التي تبذله المصلحة والمؤسسة الوطنية لرعاية السجناء في مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية لنزلاء السجن المركزي.
الشكر الجزيل لمؤسسة رعاية السجين ومؤسسة كمران التي أعطتنا هذه يعني السلة الغذائية، ونحن فعلا نقدم الشكر الجزيل لمؤسسة كمران، ونرجو من فاعل الخير بل والمؤسسة الأخرى أن تحذو حذو هذه المؤسسة الوطنية التي تعمل على انتشال الوضع الإنساني في اليمن، ونحن نقدم جزيل الشكر. من قضايا الظلم الذي مارسها الرئيس المخلوع ونظامه بحق أبناء الشعب هي دعوة المغتربين للاستثمار في الوطن ثم الانقضاض على استثماراتهم ومصادرتها بأشكال متعددة. في التقرير التالي نتابع قصة أحد هؤلاء الضحايا. حينما غاب العدل والإنصاف في عهد النظام السابق تحول هؤلاء المواطنون وغيرهم إلى ضحايا يبحثون عن أمل يعيد إليهم الحق المنهوب. المواطن أحمد علي علاية وشريكه محمد أحمد الزبيدي من أبناء ديلية السدة محافظة إب وقعوا ضحية افتراس كذب الرئيس المخلوع حينما دعاهم للاستثمار بعد حرب الخليج. جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، يجب أن نشجع المستثمرين ونحميهم من أجل يعني أن ندي فرص عمل لكل الشباب العاطل وفي كل البحر. وما إن حطت رحالهم بعد غربة العمر في شراء أرض النجيمات الواقعة شرق دار الرئاسة وبوثائق رسمية وبأحكام قضائية حتى بادر الرئيس المخلوع إلى مصادرة الأرضية وتحويلها إلى حديقة ومقبرة، فقد جذب الاستثمار إلى جواره ولم يكن يطيق مشاهدة مصنع الألمنيوم على بعد أمتار من عرشه الذي تهاوى تحت صرخات الشعب الثائر. نحن ناس مظلومين وأصحاب حق، ما جينا لهنا الا ندور حقنا، واحنا مستمرين ان شاء الله نطالب بحقنا وهو التعويض العادل والجاد من قبل الحكومه الموجوده، لاننا ظلمنا يعني من قبل الحكومه السابقه ظلم لا يعلم به الله سبحانه وتعالى، فهم الان بيعوضوا الناس. طالبنا اليوم هو التعويض العادل للاخ محمد الزبيدي وشريكه علايه من شان ارض النجيمات الذي اغتصبت من قبل النظام السابق، وهذه من مظالم النظام السابق كمظالم الجمهورية كامل. أحكام قضائية ابتداء من المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى المحكمة العليا قضت بثبوت ملكية الأرض للمواطن أحمد علي علاية وشريكه محمد أحمد الزبيدي، غير أن تلك الأحكام ظلت حبيسة أدراج كرسي صالح مدة 20 عاما. وما إن رأى أبناء مديرية السدة بزوغ شمس 11 فبراير وفجر الثورة الشبابية السلمية لتعود معه آمال وتطلعات أبناء مديرية السدة من العهد الجديد في إعادة الحق لأهله وإنصاف المظلومين. هشام هادي لقناة سهيل مدينة إب. قطع محتجون من مزارعي منطقة الكوت بأبين الطريق الواصلة إلى عدن لعدة ساعات احتجاجا على عدم صرف صندوق إعمار أبين للتعويضات المالية المقررة لهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم من تدمير بفعل الحرب. المحتجون أوضحوا أن إقدامهم على قطع الطريق يأتي بعد تنصل السلطات في أبين من صرف مستحقاتهم المالية ومحاولة التلاعب بها، وطالب مزارعو الكود بمحاسبة من يسعون للتأليب الشرعي على الدولة من خلال الفساد ونهب مستحقات التعويضات والعمل على سرعة صرفها حتى يتسنى لهم إحياء مزارعهم. وتشهد أبين منذ أشهر احتجاجات واسعة ضد ما يصفونه بالفساد المستشري في صندوق إعمار أبين. تتعرض المؤسسات الرسمية وموظفوها في محافظة حجة للاعتداءات المتكررة من قبل مجاميع مسلحة، وغالبا ما تنتهي القضية بتحكيم قبلي الهدف منه رد الاعتبار للمنشأة وموظفيها. التقرير التالي يقدم قراءة للوضع الأمني في محافظة حجة. عندما يغيب دور الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في حل الخلافات وتأديب من يرتكبون الانتهاكات في حق المنشآت العامة كما هو معتاد عليه في محافظة حجة، تلجأ الجهات المعنية لتفعيل دور التحكيم القبلي نظرا لصعوبة ردع الجناه وتمتعهم بنفوذ قبلي كبير. يحظر التحكيم والتصالح في المؤسسات الحكومية
لأنها مؤسسة سيادية لها مكانتها ولا مقامتها ولا احترامها ولا تقديرها، ولا يصح التنازل أو التصالح باسم المنشأة الحكومية، ومدير المنشأة لا يمتلك حق التنازل ولا حق التصالح. هذه الحشود الضخمة توافدت صباح يومنا هذا لتشهد فعالية تحكيم قبلي يرد الاعتبار لمكتب بريد حجة وموظفيه بعد إضراب دام 4 أيام احتجاجا على اعتداء مجاميع مسلحة، وقبلها تعرض مكتب الصحة والتربية والكهرباء وجامعة حجة لذات المشكلة، وتم إعادة الاعتبار لها ولموظفيها بنفس الطريقة، طريقة يتم فيها إحضار ثور غالبا ما يسفك دمه أمام المؤسسة ونادرا ما يكتب له النجاة، ليتحمل وزر الجناه وينجو المعتدي من العقوبات القانونية الصارمة. هناك سلطة محلية ليس راضين على الحلول حتى الذي بنصير فيها احنا، لكن نظرا للوقت وضعف الامن في محافظة حجة بنضطر نفعل هكذا، يعني لانه الامن لم يقم بدوره. خلينا نكون معك صريح، ردينا اعتبار مدير البري ورحنا هجرنا، ندينا اوامر للامن لملاحقة المطلوب من الذي قام بالعمل، لازم ياخذوا الجزاء جزاء قانوني. ونظرا لضعف أجهزة أمن المحافظة ونفوذ المجاميع المسلحة، فقد أصبح التحكيم القبلي لرد الاعتبار للمؤسسات مثار تحفظ واستنكار جميع المعنيين، إذ أن من أهم أبعاده ردع الجناه لا فتح المجال أمامهم للاعتداءات المتكررة، واقع يفرض على السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إعادة النظر في التعاطي مع حلول للقضايا التعسفية تضمن ردع الجنات ومحاسبتهم والحفاظ على مكانة المنشآت وكرامة موظفيها. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة. الكتاب للطفل حاجة ضرورية لتنمية المهارات والقدرات العقلية، ومعرض الكتاب أفرد أجنحة خاصة بالطفل لتنشئتهم التنشئة الصحيحة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. نعتذر مشاهدينا الكرام، ولم يبقى إلا أن نذكر بأبرز العناوين. بعد يوم من افتتاح الجلسة الثالثة للحوار، حوثيون وحراكيون يفشلون أعمال الجلسة العامة. حجة هيبة الدولة بين كماشة النافذين وسندان التحكيم القبلي. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.